خبر آخر، الوساطة تتقدم في كل مسارات مفاوضات جوبا. قال نائب رئيس لجنة الوساطة بمفاوضات السلام الجارية في جوبا هذه الأيام ديو ماتوك إن مقر التفاوض يشهد مشاورات متعددة بين كل أطراف العملية التفاوضية، مؤكدا أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح وأن هناك تقدما بكل المسارات. وتأجلت جلسة المباحثات بين الوفد الحكومي والحركة الشعبية جناح عبد العزيز الحلو التي كان من المقرر انعقادها يوم الأحد إلى الاثنين لإجراء مزيد من المشاورات، وكانت الجلسة بين الطرفين بدأت يوم السبت. وقال ماتوك إن مقر التفاوض يشهد مشاورات متعددة بين كل أطراف العملية التفاوضية، وأكد أن المفاوضات تمضي في الاتجاه الصحيح وأن هناك تقدما في كل المسارات، وأضاف سوف يتم التوقيع على اتفاق السلام الذي سيحدث أو سيحدث التوافق بين كل السودانيين. ويشار إلى أن المفاوضات شهدت حتى الآن تقديم مقترحات لثلاث اتفاقيات إطارية يعكف الطرف الحكومي على دراستها والرد عليها، أو ثلاث اتفاقات إطارية يعكف الطرف الحكومي على دراستها والرد عليها، فيما شهد مسار الوسط تقدما ملحوظا من خلال الجلسة التي عقدت يوم السبت. تفضل أستاذ بليق، يعني قرأتك تحليل لهذا الخبر، يعني حتى الآن المفاوضات جارية في عملية السلام التي أخذت وقتا كبيرا. بالتأكيد السلام ينشد كل مواطن سوداني وتنشد الحكومة الانتقالية في أعلى مستوياتها، وظلت الحكومة الانتقالية تؤكد في من رئيس مجلس السيادة مرورا برئيس الوزراء أن السلام بالنسبة لها أولوية. عملية المفاوضات في جوبا عملية معقدة جدا، خصوصا وإنها تجري عبر خمسة مسارات تقريبا. المسار الأول خمسة مسارات، الجبهة الثورية عندها فيها تقريبا أربع مسارات خاصة ب الجبهة الثورية المكلفة المكونة من ثلاث حركات دارفورية رئيسية ومهمة، اللي هي حركة مني أركم الناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وبالإضافة لحركات أخرى من دارفور لها وجود على الأرض في الإقليم، بالإضافة إلى الحركة الشعبية شمال بقيادة مالك عقار، وهذه التفاوض حولها التفاوض معها يتم في مسار آخر هو مسار المنطقتين. المسار الثاني هو مسار الوسط، أيضا المفاوضين الرئيسيين فيه مع الحكومة هم مفاوضين يتبعون للجبهة الثورية اللي هم بقيادة التوم هجو، والتوم هجو قيادي معروف في الجبهة الثورية. أما مسار الشمال فتتفاوض فيه مجموعتين، المجموعة الأولى تمثل كيان الشمال، والمجموعة الثانية حركة كوش، والطرفين يتبعون جزء أساسي من أيضا من الجبهة الثورية. المسار الآخر وهو مسار أكثر أهمية طبعا وهو مسار المنطقتين، وتتفاوض فيه حركتين، الحركة الأولى بقيادة الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار. المفاوضات الثلاثة اتفاقيات الإطارية التي طرحت حتى الآن من قبل الأطراف، طرحت اتفاقية إطارية من قبل الحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار فيما يخص المنطقتين، واتفاقية أخرى من حركة عبد العزيز الحلو، بالإضافة إلى اتفاقية ثالثة تمثل مسار دارفور، وظلت المفاوضات حولها مستمرة طوال الأيام الماضية، وفي حديث عن تقدم فيما يخص المنطقتين بالتحديد في جناح في الاتفاقية الإطارية الخاصة بجناح مالك عقار. أما الاتفاقية الإطارية الأخرى الخاصة بجناح الحلو لا أعتقد أن هناك تقدم كبير فيها، ما يزال عبد العزيز الحلو متمسك بموقفه حتى أمس، متمسك بموقفه المعلن اللي هو إما علمانية الدولة السودانية كاملة بأجهزتها كلها أو تقرير المصير للمنطقتين. مسار الشرق أيضا متوقف، التفاوض فيه متوقف لوجود خلافات كبيرة جدا بين الحركتين الممثلات للجبهة الثورية اللي هي الحركة المؤتمر البيجا والحركة المتحدة،
دي الحركتين ضمن مجموعة الجبهة الثورية دخلت أطراف أخرى في المفاوضات كلهم من الإدارة الأهلية لشرق السودان وصلوا المفاوضات، لكن الحركتين رفضوا مشاركة الإدارة الأهلية في المفاوضات. أيضا الوسيط الجنوب السوداني في مسار الشرق أعلن أن المفاوضات في مسار الشرق ستختصر فقط على الحركات الموقعة على الإعلان الإطاري في الموقع في جوبا، وهذا تعقيد أيضا الكثير من العقبات. هذه عقبة من ضمن كثير من العقبات التي تواجه المفاوضات. نتمنى أن تخلص المفاوضات من العقبات القائمة الآن في كل المسارات وتنطلق نحو السلام المنشود الذي ينتظره الشعب السوداني. نعم، نتمنى ذلك في القريب العاجل.